مساكم الله بالخير والعافيه، نلتقيكم اليوم بحلقه جديده وشغل جديد واكل جديد. اليوم راح نشتغل شيء دائما احنا نعتبره من الاشياء القديمه بالعراق، اللي دائما اخوتنا واحبابنا واصدقائنا المسيحيين دائما يشتغلوه، خصوصا الارمن. نوع من انواع الكليتشة يسمى النازوك. هذا الاسم طبعا احنا نعرف انه نازوك او نازك، انه يكون شيء الراقي هيك نسميه، يعني السهل نازوك بالضبط. راح نشتغل اليوم ناخذ مقاديره بالبدايه ونشوفها، وراح نشتغله بالعكس من النهايه للبدايه نشتغله. خلينا نشوف المقادير. اللي عندنا نازوك الارمني، عندي العجينه 3 كوب ونص، عندي خميره ملعقه الشاي، بيكنج باودر عندي نصف ملعقه الشاي، ملح نصف ملعقه الشاي، ممكن نستغني عنه اذا استخدمنا الزبد المملح، السكر ربع كوب، الهيل 1 ملعقه الشاي، الفانيلا راح يكون عندي الباودر كيس، الزبد الذائب 3/4 الكوب او ما يعادل تقريبا 150 جرام، البيض 1، اللبن راح يكون عندي ربع كوب، والحليب الدافئ 1 كوب. ايش راح نسوي هسه؟ هسه راح نبدي احنا العجينه جاهزه، نبدي نشتغل بيها ونبدي وراها نشتغل الحشوه مالتهم، راح ناخذ مقاديرها، وبعدين من نخلص كل هالشغل ونخليها بالفرن نبدي نعجن العجينه ونشوفكم طريقه العجن شلون تصير. هنا هاي العجينه، انا احب ارش هيل على العجينه قبل ما ابدي اشتغل بها، شوفوها رشيت عليها شويه هيل مطحون، احب انه الهيل يكون شلون على السطح دائما موجود. بالشكل هذا نبدي هاي العجينة اللي عندنا، نبدي هذا الهيل موجود اني خاله اصلا هنا، هذا تشوفون انه نرجع نلم العجينة نرجع نكورها بالشكل هذا. دائما من تريدون تعجنون يعني يكون بهالشكل هذا، تسحبون بهالشكل هذا، تبدون انه تكون الاطراف نبدي لمهم هيك ونرجع بهذا الشكل. راح نقسمها نصين، وراح نبدي شويه نخلي شنو زبد دهن زيت شو تريدون خلوه. هاي طبعا معاناة تشوفوا وياها. نهم شوية بالشيبك نخلي الزبد، خلينا نوخر الصينية على جانب، نشغل النار وين؟ عطاوة ما لكم علاقة بها، ونبدي نفرش هنا بيها. الناس دائما يحبون انه يسووها خفيفة، انا احب شوية انطيها الثخن. شوية زبد هذا الشكل، شوفوا شلون ذي مرة سوى تعلمنا انه شلون نشتغل العجينة، الإيد هم زبد أو دهن أو أي شيء عندكم. أوكي هذا هسه شوفوا احنا مسيطرين عليها، إنه إذا ردنا نحشيها راح نقدر نرفعها من النار. قبل ما نبدي نحشي نغسل السكينة اللي عندنا وننشفها بكلينكس، ونبدي نعدل بيها، ناخذ من هذا الطرف ناخذ من هذا الطرف. ناهم كذلك منا نأمن عليها انه هي ملازقة، شوفوا انه من اي طرف ملازقه عندي. النار مشتغله
باوع عندنا. اول ما نضيف طحين سكر باودر دائما يتكتل. نستخدم الباودر هنا عمود، نقدر بالنهايه لما ينضاف للزبد نكون فد عجينه مكونه من الطحين والزبد والسكر وال شنو؟ جوز. هذا هنا عندنا. نبدي هم اول شيء نغسل اي اداه تريد نستعملها بالمطبخ. ونبدي نسهي كل هاي المواد. اكو ناس ينعمون الجوز كلش يسووه مثل الطحين. الجوز الحلو به انه هو يعني به فد شبه كبير من ناحيه بجوزة الطيب، شنو؟ انه به زيوت هوايه. لما نجي نشتغل به دائما ونطحنه راح يصير مثل العجين بسبب الزيوت اللي موجوده به. كذلك جوزة الطيب دائما نسولف على موضوع انه شو يسوون هم العطارين عمود يضمن ما تظل تتكتل عندهم بالطحن فيطحنوها هي والقشر. ولهذا دائما اقول لكم لما تريدون تشتغلون بجوزة الطيب شو تسووا لها؟ تجيبوها وتبرشوها برش. الشكل هذا. شوف نظل هنا التكتلات مع السكر الموجودة عندي. بأيام القادمة إن شاء الله طلب خاص. شوفوا هنا لما تبدي نبدي هنا نسهي بيهم. أنا أريد هاي المواد تتكتل. شنو اللي راح يجمعها؟ راح يجمعها عندي هنا، راح يجمعها عندي هنا الزبد اللي احنا مذوبيه اصلا. اوكي نوخرها على جانب عفوا. ونجي شو نسوي؟ نضيف كميه الزبد اللي عندنا. اوكي شباب بعد اذنكم ناخذ المقادير الحشوه، مقادير الحشوه. شوفوا هاي الحشوه قدامنا، عندنا جوز مطحون 3/4 الكوب، السكر باودر كذلك، وعندنا الطحين كذلك، يعني السكر باودر والطحين والجوز ثلاثتهم متساويين. عندنا دارسين، عندنا هيل، وعندنا زبد كذلك هم نفس الشيء. راح نجيب الهيل اللي عندنا. نبدي نضيف الهيل. ونضيف شنو؟ الدارسين. عموما هي بيها شبه كبير يعني على هالحشوه بس من دون الجوز من السينامون رولز اللي هو رول الدارسين اللي يعتبر فشي ثابت عند بالمطبخ الامريكي. ريحه خبر هنا صارت. شلون راح نعرف؟ من بدت هاي التكتلات تصير عندي. شوفوا هذا اللي صار عندي، بعد له شويه يحتاج للزبد. نضيف الزبد هنا. قلت لكم ممكن الزبد وممكن الدهن، اوكي؟ شنو اللي يعجبكم تشتغلون عليه راح يكون اعتيادي. الزبد الحيواني هو اطيب اكيد، والنباتي دائما هو صحي ومارغرين يسموه دائما، بس هو ما يكون طيب. شوفوا شلون صارت؟ صارت عندي شلون عينن كباية هيك مسويها بدت تتجمع عندي. هذا مين التجمع صار؟ هذا صار من الطحين. الطحين لما اخذ السكر باودر وبعدين انطيناه شيء سائل، السكر باودر راح يذوب ويبدي يكون لي ويا الطحين هذا الشيء اللي عندي. قلت لكم دائما لازم نعرف المواد وعملها على مود تعرفون اليوم مثلا
اليوم بدي اسويها والله وانا ما عندي طحين اسويها. يلا خلينا نشوف. لا راح تعرفون فائده الماده شنو وشغل الماده شنو، راح تتيقنون انه هذا الموضوع مهم جدا، فما راح تستغنون عنه ولا تسووها انه على المواد الموجوده عندكم. لا هاي نظفناها، نجي هنا نبدي شو نسوي؟ شوف الريحه اللي تجنن بين جوز وهيل ودارسين، وصلتكم صح؟ عموما ليش دائما نحكي على زيوت الطياره اللي موجوده بالتوابل؟ ليش؟ انه أنا عندي دائما تعرضها للحراره شو يسوي؟ خلي زيوتها تطلع، ولهذا يكتب دائما تحفظ في مكان بارد وجاف، اوكي؟ او تحفظ بمكانات دائما متعرض للحراره، بالاضافه انه تكون مغلقه. بهاي المواضيع دائما ناكد عليها. هسه شو نسوي؟ الفرشه مالتنا هيك مسحه مو هوايه الزبد. ليش؟ لان لو صار هوايه بعد ما نقدر نسدها. نسمي بسم الله ونبدي. كل المواد اللي عندنا هنا خلينا شوية للباقي، لأن يعني عندنا بعد نشتغل ورا ما نخلص. شوفوا عيني هاي عمود تعرفوه نفس هذاك اليوم، يعني سألت عن موضوع انه شلون يسوون الكليتشة بهالشكل هذا. الكليتشة دائما احنا نجيبها، اسويها ان شاء الله بالحلقات القادمة. نجيب التمر ورا ما نسحب النخر اللي هو منه، نظل ندوس بيه ونفرشه بنايلونين فوق وجوا، نفرش زيت شوي عمود ليلزق، نفرشهم ونجيبه كقالب نقعده هنا ونبدي نلف الكليتشة. هاي اللي تشوفوها دائما بالمحلات. شوفوا عيني الريحة طبعا كلش قريبة من السينامون روز. نجهناهم بالتساوي اللي بيهم، اوكي. شوفوا بدي نفرش شويه بيها، ما تشوفوها صارت اكبر. شو تسوون؟ كملوا اللفه اللي عندكم. وش نسوي بعدها؟ خليني امسح الميز، لان هاي اكو واحده من الجوزات شويه جزء كبيره وصارت بالجهه الحاده اللي بيها ففتحت عندي. على العموم شو نسوي؟ نسحب. هنا نجي نسحب بيها وخلاص. هذا هو. ايش عندنا من الجانب هنا؟ عندنا حضرين صينيه وياها ورق زبده، اوكي؟ هذا انتهينا منه. نجي هنا نقص هذا الطرف ما لنا علاقه فيه، ونبدي نقطع هنا ونصفط تكون واقفه، اوكي؟ السمك اللي تريدوه، يعني ماكو فد مشكله بالسمك انه الا هذا السمك او ما يصير او لا، دائما اقول لكم بمزاجكم شو تريدون سووا سووا، اوكي؟ شوفوا شلون صارت عندي الجوز بكل مكان، عندي الدارسين، الهيل، السكر، كل المواد اللي ضفناها هي موجوده هنا. دائما الاسفل هذا نخليه جوا على مود يكبس عفوا،
وما تفتح عندي. نعم حتى اذا ضغطوها اعتيادي، ضغطوها اكثر راح تقعد بشكل صحيح. هاي هم هنا شوفوا هنا عندنا صار فتح بيها، خلينا نشيل هذا الجزء منه خليه على صفحه ونرجع هنا نكمل ما موجود عندنا. شوف هاي اللي تبدي ما تقول عادي شويه ضغطه عليها هنا، خلينا نخلي اخر جزء هيك ونبدي نلم هذا الجوز ونخليه هنا او نشتغل به مره ثانيه. هنا انا ايش عندي بعد اذنكم ناخذ المقادير يعني السائل اللي راح نمسح به وجه النازوك اللي هو بيض وسكر. اوكي نشرح عنه، ظهر اني ناسي ما منطيكم اياه. شنو عندنا؟ عندنا بيض صفار، صفار بيض ويتخلى وياه حليب، يعني مثلا صفار بيض على اللي هو هذا قدامكم تشوفوه بالضبط، خليط مسحة النازوك. عندي صفار البيض واحد، سكر واحد ملعقة شاي، حليب سائل واحد ملعقة طعام، وفانيلا راح تكون الجافة أو الباودر راح يكون عندي نصف ملعقة شاي. نقعد اعدل هاي شويه ضغط عليها هنا كذلك. ناكل هالمواد اللي راح تنطيها فد وجه حلو. ايش راح نسوي بعدها؟ عندنا شطل اللي نفسه خفقنا به البيض وغيره، نبدي نسوي هاي الخطوط على وجه النازوك. ما كذلك هاي ما خلينا لها بيض. هذا انتهينا منهم. شو نسوي؟ وين؟ للفرن. الفرن بين 200 بين 180 نخليه هنا ونشتغل عليه. هسه شو نسوي؟ نرجع للبدايه اللي هو شلون راح نعجن النازوك. نبدل الجفوف واغسل اللي عندي هنا كاسة. قبل الكاسة ننظف الميز مالتنا ضروري جدا النظافة دائما نسولف عنها، خصوصا هذا الزبد فدائما خلوه بالوصلة شوية مي حار، نقعوها بالمي حار وراح يطلع عندكم راسا الزبد يموع. هسه قبل ما نسوي الجزء الثاني، راح نبدي نعجن. المقادير ناخذ العجينه بعد اذنكم، راح نشوف المقادير اللي عندنا بالعجينه ونبدي بعدها نشتغل. شوفوا الطحين 3 كوب ونص، عندنا خميره، عندنا بيكنج باودر، عندنا ملح، قلت لكم نستغني عنه لو استخدمنا زبد مملح.
السكر هيل وفانيلا عندنا كذلك وزبد ذائب وبيض ولبن وحليب دافئ. ايش راح نسوي؟ اول ما نخلي الطحين اكو موضوع علمي كلش لازم تفهموه، انه انا اليوم ليش دائما يقولوا لكم بالكيك من تشوفوه يشتغلوه لما يجون يسوون بالمنخل هذا دي ينخلوه صح دي يطلعون التكتلات اوكي اذا كان كاكاو ويا او اذا كان اي ماده اخرى، لكن انا اليوم محتاج ادخال اكبر كميه من الهواء. هاي مال حبيبنا وصديقنا شيف شاهين، وشوف سوي هيك ونفس الشيء، هذا المواد العلميه يعني دارسيها احنا. نزول الطحين بهالشكل هذا النخله والحركه هاي هي راح تنزل شلون لما نجيب صنده مي عفوا ونخليها على مكان حوض بماء او شيء، لما ينزل المي يبدي الهواء يطلع، ولهذا نشوفه بالسمك يشيل مي ويذب يشيل مي ويذب على مود يجي هواء للاسماك. هناك كذلك انا محتاج الهواء للهشاشه، اوكي؟ محتاج الهواء انه ينطيني الشغل الصحيح. ايش راح نضيف؟ نضيف الزبد اللي عندي هنا، شوفوا ايش راح نسوي؟ راح نبدي شوفوا هاي التكتلات اللي عندي راح تصير من وجود الزبد والطحين ودخول الهواء بداخلهم، هو راح ينطيني اكسجين هنا او هواء نقول راح يدخل، فراح ينطيني الهشاشه اللي موجوده بيها الحلوه، وكذلك راح يدخل لي هواء اكثر هنا. شوفوا دائما احنا نقول الزبد او الدهن بكميه من المي عكس الزيت، يعني لا تجيبين الزيت وتسوين بيه كليته، اوكي؟ الزيت عموما ولهذا يستخدم الزبد عموما لاحتوائه على اكثر من 48% مي، ولهذا نشوفه دائما يستخدم بعجينه البيف باستري، لان يعني عموما المي اللي موجود بها الكميه الكبيره ايش راح يسوي؟ المي لما عجينه البيف باستري انا دائما ضروري جدا انه اشرح لكم كل شيء. لما انا اشتغل على البيف باستري عجينه البيف باستري دائما جربنا مره عجناها بالزيت كدرس توضيحي انه انا عجنتها بالزيت وعجنتها بالزبد، بالزيت نامت بالزبد صعدت، ليش؟ وجود المي بكميه كبيره بالزبد ايش راح يسوي؟ راح يسوي انه يبدي يتبخر المي الموجود به فيبدي يطلع لي هاي الطبقات اللي موجوده عندنا. بالضبط هنا شوفوا شلون صار عندي باعولي هنا، دخلت كل الزبد كميه الزبد صارت ويا الطحين، بالاضافه انه الهواء اللي موجود هنا عندي شوفوا شلون صار عندي الزبد هنا. خلاص هاي العمليه جدا مهمه انه اني اخلي الهواء يدخل بها، ثانيا انه اخلي الزبد يكون ويا الطحين بشكل كامل. انتهينا هنا. تحبون تعجنوها بايدكم، تحبون تعجنوها بالعجانه براحتكم. نحضر حليب، لبن، سكر، بيكنج باودر، فانيلا، خميره هيل، والبيضه، اوكي؟ وين نروح هسه؟ نخليه بالعجانه. يعني حتى هذا خلينا هنا الطحين وخلينا الزبد بعد ما اشتغلنا به.
شنو نخليه؟ شنو؟ الحليب واحد، السكر، خميرة، بيكنج باودر، فانيلا. دائما سولفنا انه الفرق بين البيكنج باودر والبيكنج صودا انه الصودا تحتاج مواد حامضيه على مود تشتغل، البيكنج باودر ما يحتاج لاضافه نوع من كريمه اسمها كريمه التارتار تكون من ضمن المكونات الموجوده بالبيكنج باودر، هي هاي راح تعوضه انه ما يحتاج الا ماده حامضيه ليشتغل. يعني هو قاعدي مثل ما تعرفون. وين؟ هيل. هيل كل شيء طيب. اي شيء نخلي الهيل طيب وخصوصا بالكريته. انتهينا؟ حتى بالعرس طيب. البيضه. خلاص؟ شو نضيف؟ نجيب خاشوقه هنا. نضيف اللبن. هذا انتهينا منه. لو بالبيت عندك عجانة وعندك المضرب الشبكي فاشتغلي، يعني اذا ما تريدين تشتغلين بالايد ممكن المضرب الشبكي راح ينوب عن هذا الموضوع انه يسوي لك هاي الكرات اللي موجودة، لكن دائما احنا نشتغل كبرنامج تعليم طبخ، مو انا اتعلم، انا تعلمت ولا انقل العلم لكم. كبرنامج طبخ انه انا احتاج انه اشتغل على المواد الموجوده بالبيت، ما موجوده عجانه سويت لكم اياها بايدي راح تكون كل السهله. بما انه احنا عبرنا مرحله موضوع الزبد وموضوع شنو؟ الموضوع اللي حكينا عليه ندخل هواء، خلاص اذا ما محتاج المضرب الشبكي شوفوا ناس شلون حلوة طلعت. شوفوا الوجه، شوفوا الحشوة هنا بعد تستوي بالضبط عندنا هنا. بس هنا عموما عندي موجود البيكنج باودر والخمرة طوها نفسه، اوكي حبايب، فهذه عندنا كاملة بعد شوية يراد لها. شو نسوي لها؟ انا دائما يعني اخليها اول شيء تاخذ قرارها انه هي واقفه، وبعدين ابدي اغير مثل ما اريد. هاي خلصنا منها، خلينا نرجع نكمل الكميه الباقيه عندنا على مود انه الكل يكون ويانا. يعني بس ناخذ المقادير، بس وقف قبل المقادير، عندنا جوز هنا اللمه هيك، الجوز والزبد اللمه بالعجينه مالتنا، اوكي؟ ونرجع هم نكورها، يعني عفوا نمدها اول شيء وبعدين نرجع شو نسوي؟ نكورها. اوكي ناخذ مقادير العجينه والحشوه، اوكي؟ بلا زحمه عليكم. هاي المقادير راح تكون قدامكم. شوية زبد أو زيت
انا حقيقه خلصت الزبد، خليت شويه الزيت، نبدي نشتغل بها بالشكل هذا. نجيب شيبك، خلي عليه الزيت او الزبد براحتكم. هاي هنا فرش ما عندي بداخل عجينه. وجود الزبد وسولفنا عليه الدهن راح ينطي موضوع حلو، وهو انه اني اليوم هنا راح اخذ الهشاشه اللي اريدها. دائما يقولون في دواليد هاي الكيكه الهشه، هو بالدهن الهشاشه تكون عندنا، نضيف لها دهن او نضيف لها الزبد، مو الزيت. الزيت ينطي هشاشه اوكي، بس مو مثل ما اريدها اني. هاي شوي اكو هواء هنا شوفوا، فلازم نطلع هيك. بالشكل هذا. هذا خلصنا منه، شويه سحبه منه، تساوي منه سحبه هيك. شوفوا نجي هنا هم سحبه الاخ، نجي شو نسوي؟ نبدي نقطع الاطراف مثل ما قلت لكم على مود تتعدل عندي. اكو ريحه انه شيء استوى ينادينا. هاي بعد هنا شوية نقلبهم شوية إذا ما قاعدين بشكل صحيح، ونرجعهم الفرن. نعتقد خلص إنه نطفي عليهم حد ما على حرارة الفرن عافية. نشيل هاي موجود عندنا خلص. اوكي هنا اكو عندنا شويه فتحه بالعجينه صارت، نسدها ونبدي نطمن انه عجينتنا ملازقه. اوكي شلون ملازقه؟ انه انا عندي هي اصلا عجينه بيها دهن هوايه، وبيها موضوع عندي هنا الزيت والزبد اللي خليناه. هل بقى عندنا هذا؟ هل الموجود عندنا يعني مو اكثر، انا على مود انه هالمواد لا تبقى وممكن انه ما راح نستفاد منها. شوفوا عيني هذا هنا البقى زيادة عندنا، لأن ما عندنا حشوة بعد. شو نسوي؟ باعوا، خاف ما سويناها بالبداية. ابدوا هنا شلون هالشكل هذا، شوفوا شوفوا عيني انه هنا اني سديت الفتحات. هاي ممكن وممكن بشكل ثاني. نبدي نقطع بيها مزاجنا، شلون القطعة نريدها، يا حجم نريدها. شوية نمدها لهاي عمود تكون متساوية ويا قرانها. هذا انتهى عندنا. نغسل الماعون مالتنا. ونمسح دائما الماعون مالتنا، وضروري دائما لما نغسل الماعون نقلبه على مود موضوع المي والبكتيريا، ودائما نلقى الماعين يصير بها نوبات ريحه، هو هذا السبب. خلينا نخليه هنا ونشيل هاي منه، ونبدي نجيب القطع اللي عندنا ونصفطهم
بالشكل اللي نريده. اليوم هيك على مود. هنا كذلك نخلي هاي القطعة هنا. هاي شوية كانت مقلوبة. هنخليها تكون عندنا هنا وصارت جاهزة بوقت قصير عندنا. طبعا الطعم يجنن. خلينا نخليهم هنا الباقين مع الاخ ونرجع نكمل الباقي. خلي الجوز الموجود هم هنا نفس ورق الزبده، لا تبدلون لا تسوون اي شيء وما لكم علاقه به، اوكي؟ نجيب هنا السباتول عندنا ونبدي نرفع القطع اللي موجوده عندنا. حبيتوا تسووها خفيفه براحتكم، حبيتوا تسووها ثخينه هم براحتكم. حبيتوا تاكلون شويه منها بالجو هم براحتكم. بستخدم سباتول عمود ما اخرب يعني شكلها اللي مسويه، بس هسه هذول صغار بعد. شوفوا هنا عمود نشيلها وما يتخرب شكلها. ايش راح نسوي له؟ نفس العمليه بيض سكر عندي وفانيلا وحليب. طبعا قلنا انه هاي من المطبخ الارمني يشتغلوها، وان شاء الله هم بالايام القادمه راح اشتغل المطبخ الارمني، المطبخ الفارسي. ضميت على صفحه كلش كلش طيبه، جربوها. مزيج هو الطبخ شنو؟ الطبخ عباره عن ميكس او مزج اكثر من طعام للحصول على طعم نهائي يكون يلبي جميع الاذواق. فالمزيج بين جوز بين سكر بين زبد بين دارسين وبين كلهن يجننن. كملنا هذا الموضوع وشفتوا الطبخ مالتنا واللي سويناه اليوم كنازوك او كالكليتشه الارمنيه. عندي اليوم فد موضوع عن شيف عراقي. هذا الشيف العراقي يعني شلون يقولون مصري اللي مشرفنا، الناس كلها تسولف فيه. بدا يثبت نفسه بالاسواق العراقيه بعد ما سابقا كنا نستورد انواع التوابل وغيرها وجودتها كانت تقل بسبب ما هالرجال غير واقع التوابل العراقيه، بدا يشتغل عليها بشكل كلش حلو. دائما اذكره اني مو متفضلين على هو صاحب فضل علي هوايه ودائما يسندني بكل ما احتاج اللي هو الشيف عبد الخالق الاسدي. الشيف عبد الخالق الاسدي اكو شركه هولنديه، طبعا ما نحب نذكر اسماء، الموضوع انه كاعلان وهيك شيء. هذا الشيف عبد الخالق الاسدي شوفوا هنا، يعني هالانسان انا كلش احبه. اولا اكو في التواصل بيناتنا انسان تواصل روحي بيني وبينه، لاسلوبه لاخلاقه لكرمه لمساعده الناس كلهم، المحبه للناس يعلم الناس كلهم. هو الان في دبي. المعرض اللي تم دعوه الشيف عبد الخالق الاسدي اليه هو معرض يعني دائما يدزون او يرسل الى كبار شيفات العالم، واكو مكانات راح تشوفوها بالصور هو ويا اشهر شيفات العالم. ارسل عليه انه يكون هناك لان هو بدا يترك بصمه بالبهارات لتعاون مع شركه هولنديه تنتج هالبهارات وهو استيراده منها كبقسم كتوابل ككل ما نحتاجه. اثبت نجاحه جدا، بدت الناس كلها تسولف بشغله. فخر انه ولكل العراق وللطهات بالتحديد انه شيف عراقي يكون موجود في دبي وعلى شغل عالمي. تحياتنا لك يا رفعت راسنا، دائما انا احب مثل ما انت تحب تتغنى بشغلي وتقول لي شغلك وشاطر ودائما تحييني وتشد من اجري،
انت ما يحتاج واحد يشيل من اجلك، لان رب العالمين دائما وياك، انت ويا الناس كلهم، تحب الناس وتحب تساعد الكل. فخر انه يتم دعوتك كشيف عراقي تمثل العراق او تمثل نفسك، انت رايح تمثل الشك وطاهي بالعراق. هذا اليوم فخر انه وفرحه انه، والله يديمها عليك يا رب العالمين، ومن اعلى لاعلى المراتب يا رب، ونلاقيك الدنيا كلها تشتغل توابلك. تحياتنا لك شيف عبد الخالق. ايش قد بقى لي وقت؟ اوكي، بعد ما كملنا احنا هنا ننتظر تستوي عندنا شويه، ننتظرها بعد تاخذ راحتها بالفرن، وبعد احنا هنا اوكي عندنا اتصال، اتصالات موجوده. اوكي خلينا نشوف محمد، اتصال من محمد. الو. هلا سيدي، شلونك؟ هلا حبيبي. هلا حبيبي، شلون صحتك؟ شلون اخبارك؟ الله يطول عمرك. الله يرضى عليك عمري. راقي ونقي بكل شيء. فدوى اروح لك عمري. نظافتك. الله يرضى عليك قلبي انت ابو جاسم. الله يطول عمرك، انت مبدع ودائما اتعلم منك. الي الشرف، الي الشرف اني، قلبي انت. احكي لي شو مسوي دايت؟ ننجبر نكسر الدايت. بوقف ما دام مسوي دايت خليني اكل هاي. الله يخليك قلبي. احكي لي شو مسوي اليوم غدا؟ دايت؟ شو تريق الدايت؟ احكي لي. اي اكيد دا اكل دايت، دايت، بس من اشوف طبخك ديت على الشاشه هالشكل، هذا الاكل الطيب وهذا النظافه، اكيد اشتهي وما ارجع اكل منه. شكرا لك. فاليوم معزوم يمنا، تعال نسوي لك دجاج، نسوي لك لحم، نسوي لك اي شيء تطلب بعيوننا. شرف شرف انك قلبي لك، قلبي انت. اذا ممكن عيد لنا عن هاي اللي سوينا فاصوليا، وهيك هاي امور الفاصوليا كلش طيبه تسوي الطريقه. فاصوليا مو بعيني تامر امر، فاصوليا نعيدها وباقرب وقت على عيني وراسي. شكرا قلبي طبعا. اشكرك يا محمد واشكر اتصالك. طبعا انت هاي حكايتك جتي من جانب الكادر مال فاصوليا، فتؤمرون امر باكر او بعد باكر نقول على الايام القادمه نسوي فاصوليا، بس هالمره راح نسوي فاصوليا طريقه مختلفه. انا احب الفاصوليا انه ما تنسلق هوايه، ودائما تكون حبايتها شويه واقفه. اوكي فنسويها ان شاء الله، ونسويها يعني اذا كيلو فاصوليا خلي فد كيلو لحم، وتكون طيبه وراح تعجبكم. تأمر امر يا ابو جاسم. عندي اتصال. اوكي خلنا ناكل هاي البيدنا. عمر من بغداد، شلونك يا عمر؟ السلام عليكم. كيف الف هلا هلا ابو خطاب، شلونك يا الغالي؟ شلونك صحتك؟ الله يخليك. شيف بلا زحمة، طريقة عمل المسخن شلون يصير؟ المسخن بعيوني تأمر أمر. اي والله شيف تأمر على عيني وراسي. على راسي يا ابو خطاب، شرفني اتصالك. المسخن دائما هي نسولف عليه انه هي اكله فلسطينيه، دائما يتم انه الدجاج موجود عندنا ويصير ويا البصل والسماق، ويصير نوبات اكو ساندويتشات، ونوبات اكو يصير شلون يفرشون الخبز او العيش الاردني او الفلسطيني العيش مالتهم، ويبدون يخلون هالمواد عليه، ويبدي السماق والبصل والدجاج هو كمكونات رئيسيه دائما موجوده بي. اوكي كرار من كربلاء، شلونك يا كرار؟ السلام عليكم عرفان، شلونك حبيبي؟ الف هلا، شو اخبارك؟ يخليك ربي، شلونك؟ بدو اروح لك، شلونك وشلون اهل كربلاء؟ والله الحمد لله، الحمد لله بخير. عمري ان شاء الله اجيكم، ان شاء الله باقرب وقت اجيكم ان شاء الله. اول شيء احب اشكرك واشكر قناه الرشيد، انا اللي اشكرك على هذا العمل اللي حب برنامجك اللي حلو ونظيف ونظف حلقه قدام بالشاشه. قلبي انت ممنون منك حبيبي كرام. حبيبي حبيبي شوف، بس بالنسبه انا عندي استفسار وغير شيف يعني. اكيد تفضل. الدجاج شلون مثلا عفوا مرات يصير مثلا ايش بيه مثل شويه قفاريه عفوا او هيك شيء يعني، شلون اقدر اروح هاي الزفاريه؟ تؤمر امر، صار بعيوني. على عيني وراسي كرار، اشكر اتصالك. تحياتي لكل اهلنا بكربلاء، ودائما لا تنسونا بالدعاء. اوكي. هنا ايش عندنا؟ هنا ايش عندنا؟ عندنا موضوع الزفره مال الدجاج. اول موضوع عندي بالدجاج اللي هو نوعيه الدجاج. نوعيه الدجاج اللي موجود عندنا شنو هو؟ موجود مثلا الدجاج العراقي، انا دائما انه اخليه بالمرتبه الاولى، اذا كان ذبح او اذا كان مجمد، لكن عراقي ما صار له فتره طويله، هذا مجرد لحفظه. نوعيات باقيه انتم تعرفوها اكيد بالسوق، تعرفون النوعيه الزينه.
هذا انتهينا منه كموضوع شرعي وحلال عراقي انتهينا منه. دائما اني لما استغل الدجاجه واقطعها ما اضرب العظم، العظمه لا تنضرب، لو انضربت العظمه شنو يصير عندي؟ راح يبدي النخاع يطلع ويبدي الدم ينزل ويبدي الزفره تلوث الدنيا كلها. فدائما ضروري جدا انه انتم تبتعدون عن الكسره مال العظم، الشحمات اللي بداخل بطن الدجاج اسحبوها ذبوها ومن تسووها ان شاء الله تكون طيبه وما بيها زفره. خلاص وقتي؟ اوكي. ختاما شكري وامتناني لكل الكادر المتفاني في عمله دائما واللي هو فضل الله وفضلهم مقدم البرنامج بصورته الصحيحه. شكري وامتناني الكرم متابعتكم، انتظروني غدا حلقه جديده وشغل جديد في مال الله.